شوف يعني خليني اقول لك اياها بكل صراحه استاذ عدي على مستوى الشارع بكل امانه، يعني هي اجلت الجلسه الى يوم السبت القادم. نمرر القانون على يعني على يعني محض ارادتنا، وصار يعني سياسه الاقصاء حيكونون مستمرين بها، ازمه حتكون يعني كبيره في الشارع هذه الازمه. انا اقول لك اياها يعني محتمل واحده من الامور، لو 10 نفرات لو 5 نفرات راح يعتصمون امام بوابات الخضراء ضد هذا القانون. وخلي احكيك اياها وانا لست المتحدث باسم التيار الصدري، وجزء هذا الكلام راح يحسب عليه، من المحتمل حتى نزول التيار الصدري الى الشارع ليس لن يعني ليس ببعيد بالمستقبل القريب بكل حال من الاحوال. شلون راح ينزلون لا تسالني. اي للامانه ليش هو اليوم يعني كان الساحه وحكر فقط او الحضور كان حكر فقط بس على المدنيين، لو ايضا اكو صدريين من دون توجيه؟ لا 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 لا, لا, لا. طبعا لا 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 خليني اقول لك اياها يعني تقريبا علينا هم يعني صديقنا استاذ عدي. لا اليوم ساحه التظاهرات كانت ليست فقط التشرينيون، حتى الشباب هو من التيار الصدري موجودين، كانوا موجودين ويانا يعني بالتظاهر، وذاتين حتى عدد لك اسمائهم خبز خطيه خاف احنا نسبب لهم حرج. اي انا بالنسبه يعني بالنسبه حتى للقانون، يعني انا هذا الموضوع القانون يعني ارجو انه حتكون بعجاله، انا ما اعرف ليش هذا العجاله بالموضوع حتى يكون الانفراد بالسلطه. يعني ما اعرف هل يعني الاطار سوف يقع بخطا استراتيجي كبير قد يكلف يعني يكلف الشارع ثمن باهظ. احنا اليوم يجب علينا يعني انه يعني هناك يعني طاوله تفاوض. انتم على الاقل اجتمعوا مع المقر يعني مع تقارب يعني قربوا التقاطعات الموجوده، وجهات النظر لازم يسمعون.